يعني الحقيقة أنا تفاجأت بزيارتي لدرب الساعي، أولا لبعده التاريخي، وهنالك قصة تربط بين الاسم وبين المكان، وهذه القصة ترجمت من خلال إعادة بناء وإحياء هذا المكان الذي له علاقة بالتراث القطري وبالثقافة القطرية، ويوفر للعائلة بكل مفردات العائلة من أعمار مختلفة وفئات مختلفة، فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية تلبي حاجتهم. المكان تستطيع أن تتجول فيه براحتك، أن تطلع على فنون البحر، فنون البر، ما يتعلق بالأطفال، بالألعاب الشعبية، بالمأكولات الشعبية، بالحرف أيضا الشعبية، وهذا يعتبر منجز ثقافي وتراثي يضاف للمنجز الثقافي والحضاري في دولة قطر، ونبارك لهم هذا المنجز. وأنا يعني أدعو جميع الدول العربية أن تقتدي مثل هذا الفعل الثقافي المميز، وأن نحافظ على تراثنا بالجانب أن نتقدم بالعصر وأن نجاري العصر، ولكن أيضا لابد أن نحافظ على هويتنا الوطنية وعلى عاداتنا وتقاليدنا، وهذا المكان هو من أفضل الأماكن التي تقدم العادات والتقاليد والألعاب والحرف بشكل جميل جدا، فنبارك لهم هذا المنجز، وأنا سعيد جدا بوجودي في هذا المكان.